ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العلي العظيم. أحبتي، أشير إلى حكم الإظهار وهو من أحكام النون الساكنة والتنوين. ما هو تعريف الإظهار؟ الإظهار هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير غنة. طبعا التنوين تعريف كل نوع من أنواع التنوين يختلف بلحاظ عن الآخر. طبعا كل تنوين هو عبارة عن نون ساكنة وكل بلحاظه. تنوين الفتح مثلا عبارة عن نون ساكنة مفتوح ما قبلها، مثلا نقول سراجا سراجا، طبعا هذه النون تثبت وصلا لا وقفا، تقول سراجا، هنا تنوين. عندما تكتب هذه الكلمة لفظا تجد بأن النون ساكنة موجودة يعني وقبلها فتح، سراجا، شوف نون ساكنة وقبلها فتح. وكذلك مثلا سراج، هنا نون ساكنة بالنسبة إلى تنوين الكسر، سراج نون ساكنة وقبلها كسر. وسراج هنا نون ساكنة قبلها ضم، يعني تثبت عند الوصل للوقف. إلى هنا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أمل اللقاء بكم وإكمال هذا الحكم، والسلام عليكم.